في فبراير 2020 لما حضرتك جيت وزرت هنا المقر الجديد، طبعا أثناء تجهيزه قلت إنه انتقال الموظفين للمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة هو مش مجرد انتقال، ولكن هي نقلة نوعية سواء في مستوى الخدمات اللي هتقدم أو حتى في تقديم أفضل وسائل التكنولوجيا. ده اتحقق إزاي؟ طيب خليني أقول لحضرتك، إحنا أول وزارة انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة. إحنا يوم 1 رمضان هذا العام انتقلنا بالكامل إلى العاصمة الإدارية، والانتقال ده يعني زي ما إحنا بنقول ما هوش انتقال فيزيكال أو مادي، لا هو تغيير نمط العمل وأسلوب العمل وطبيعة العاملين، كل ده اتغير لما انتقلنا. طبعا احنا بنجهز لهذا الانتقال بقالنا فترة، جميع العاملين المنتقلين في الوزارات اللي هي منهم وزارة الإسكان حصلوا على مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتأهيل عشان حين الانتقال. حكومة بتنتقل حكومة بيبرلس من غير ورقية، فكل موظف أخذ مجموعة من تدريبات لرفع الكفاءة عشان التعامل بالأسلوب الجديد اللي هينتقل بيه في العمل. ولما حضراتكم هتنتقلوا وتشوفوا أسلوب العمل والأداء داخل الحكومة في الشكل الجديد، هو شكل مختلف تماما، سواء كان الأداء الوظيفي الداخلي بين الإدارات وبعضها، أو لو في بعض المواقع بيتم التعامل فيها أو بتأدى خدمات إلى المواطنين. فالانتقال ده انتقال نوعي مهم جدا 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 في عمر الحكومة، في أدائها، في طريقة عملها، في طريقة تقديمها لخدماتها.